منتخب المغرب أول منتخب إفريقي عربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم في تاريخ القرية السمراء بالبطولة العالمية. وكتبت رأسية المهاجم يوسف النصير التاريخ بعدما صعدت بمنتخب بلاده إلى المربع الذهبي وأقصت البرتغال من البطولة يوم أمس السبت. ومنذ لحظة الفوز احتفلت الجماهير العربية في كل مكان بهذه اللحظات التاريخية. الفلسطينيون احتفلوا في كل مكان في كل المحافظات وفي مختلف أماكن تواجدهم، حتى أن الاحتلال اعتدى على المحتفلين في القدس بانتصار المغرب. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي البطولة. إذن مباشرة ينضم لنا عبر الخط الهاتفي السيد عبد الرحيم مزيان السفير المغربي في فلسطين. يسعد صباحك سيد عبد الرحيم وأهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لك. وصباحكم صباح الخير إن شاء الله. يسعد صباحك وتحياتي لك، وبداية مبروك الوصول المنتخب المغربي إلى مربع الذهب، يعني يستاهل ويستحق ويشرف هذا الفوز. بارك الله فيك وشكرا جزيلا ومبروك لنا جميعا. الحمد لله. أعتذر عن الصوت. ألف سلامة سيد عبد الرحيم. يعني بالأمس تابعتم التفاعل الفلسطيني مع الفوز المغربي والتأهل لنصف نهائي البطولة، يعني وهذا التفاعل العربي نود أن نسمع إلى تعليقك في هذا الخصوص، يعني ما الذي فعله المنتخب المغربي في العرب؟ أولا هذا نصر الحمد لله غير مسبوق عربي وإفريقي. الحمد لله المنتخب المغربي ساهم في إعادة كتابة التاريخ الرياضي لكرة القدم والمونديال، كما فعلت الشقيقة قطر بتنظيمها لهذا المونديال. الفريق الوطني ظهر بمستوى جيد جدا، رفع رؤوسنا، أدخل الفرحة على قلوبنا جميعا، من فلسطين إلى المملكة المغربية إلى الوطن العربي. الحمد لله أحدث هذا المنتخب حدثا مهما في حياتنا. لأول مرة نستصيغ الحمد لله طعم الانتصار ونعيش فرحة كبيرة جدا. الجمهور الفلسطيني يعني كان في مستوى عالي جدا من التضامن والتشجيع. لقد أحسسنا نحن في سفارة المملكة المغربية أننا وسط أهلنا ووسط أحبابنا. كانت الفرحة عارمة، كانت جميع أطياف الشعب الفلسطيني فرحة وسعيدة بهذا الإنجاز، من الرئاسة إلى الحكومة إلى عامة الشعب الفلسطيني المحترم. هذا الشعب الذي أظهر تضامنا كبيرا مع أشقائه المغاربة، والحمد لله هذا شيء غير جديد وغير غريب على الإخوة الفلسطينيين وعلى دولة فلسطين الشقيقة. نعم، يعني سيدة عبد الرحيم، يعني خلال المونديال في قطر حضرت القضية الفلسطينية وبأكثر من موقف، ومن ضمنها يعني في احتفالية المنتخب المغربي حمل فيها لاعبو المنتخب العلم الفلسطيني، يعني ما دلالة ذلك وما هي الرسالة من ذلك؟ أولا هذه أكبر دلالة التي تكشف مدى الترابط المغربي الفلسطيني في دعم القضية الفلسطينية بزعامة صاحب الجلالة رئيس لجنة القدس. وهذا المنتخب يكرس هذه العلاقة ويثبت من خلال حمله للعلم الفلسطيني عاليا في المونديال. والحمد لله فلسطين كانت حاضرة كما قيل كمنتخب رقم 33. المنتخب المغربي منذ بدايته والجمهور المغربي في قطر كان دائما يأتي مشجع ويحمل العلم الفلسطيني تعبيرا على دعم القضية الفلسطينية. يقول أحد الإخوة أن البطل هو المغرب وأن الحصن الحصين هي راية فلسطين التي اعتاد المغرب أن يرفعها. إذن كان الحضور الفلسطيني حاضرا مع المملكة المغربية مع الفريق الوطني، لأننا ولله الحمد جسد واحد، المغرب هو فلسطين هو العالم العربي،
ولكن الحمد لله كانت القضية الفلسطينية حاضرة إن شاء الله. يعني سيادة السفير، يعني عندما نقول جملة أسود الأطلس يصنعون المستحيل، يعني تثير مشاعر كثيرة وكبيرة أيضا، يعني هل لك من الممكن أن تعبر عنها بكلمات؟ أولا أن ما وصل إليه أسود الأطلس اليوم في هذا المونديال كان تاريخيا وغير مسبوق. أصبح الحمد لله الفريق الوطني المغربي أول فريق عربي إفريقي يصل إلى دور النصف، والحمد لله ما حققه المنتخب المغربي أمام عمالقة كرة القدم شيء يرفع الراس وشيء يثير الافتخار والاعتزاز. إن شاء الله كما يعني ما أحدثه الفريق الوطني شيء يعني جعل حتى طموحاتنا لا سقف لها. نحن الآن سوف نلعب إن شاء الله نصف النهائي، ولما لا أن تكون إن شاء الله المباراة النهائية أن يكون الفريق الوطني إن شاء الله بطلا للعالم وبطلا لهذا المونديال. لا سقف لطموحاتنا بعد هذا المستوى الجيد الذي أظهره أسود الأطلس والحمد لله. نعم، يعني سيادة السفير أيضا، يعني قبل المواجهة المقبلة مع المنتخب الفرنسي والتي من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء القادم، يعني نجب يعني نحب أيضا أن نستمع منك رسالة للاعبي المنتخب المغربي وللجمهور المغربي أجمع أيضا وللجمهور العربي والفلسطيني بشكل خاص. سيدتي الفاضلة، الرسائل الآن لا نمنحها نحن للمنتخب الوطني، هو الذي يمنحنا الرسائل، ولكنني رغم ذلك أوجه لهم كلمة الافتخار والاعتزاز وأطلب منهم الاستمرار على هذا المستوى، الاستمرار في هذا الإنجاز. الحمد لله الفريق الوطني أبان عن كفاءة جيدة، عن أخلاق عالية، عن مستوى حضاري كبير جدا، في التضامن مع العائلات، في التضامن مع قضيته الفلسطينية. لقد ظهر ولله الحمد للفريق الوطني المغربي بمستوى جيد. أنا يعني أدعو لهم بالتوفيق إن شاء الله لكي يزيدوا من فرحتنا، وقد رفعوا رأسنا عاليا ولله الحمد. لقد أصبحت المملكة المغربية اليوم تصل إلى مصافي العالمية بفضل هذا المنتخب المتميز، وكذلك أصبح للعربي إخوة أشقاء، فريق كرة القدم يفتخرون به. فنحن الحمد لله جسد واحد، ويعني أتمنى أن نعيش لحظات من هذا الطعم، طعم الانتصار إن شاء الله، حينما نفرح بدولة فلسطين المستقلة إن شاء الله وعاصمتها القدس الشرقية بإذن الله. إن شاء الله، ونتمنى الفوز وكل التوفيق للمنتخب المغربي في البطولة النهائية. شكرا لك. إلى هنا السفير لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.